السلام عليكم. اليوم محاضرتنا يا شباب هو تكملة للنون سبور فورمينج باسيلاي. اليوم راح نتحدث على الميتا كروماتيك جرانيولز بكتيريا المتمثلة بالكورايني بكتيريا. الجنرال كاركتر إلها they are gram positive non acid fast and non-motile bacilli occurring in palisade. They frequently show a club-shaped swelling at the end and irregular staining. يعني نقصد بيها بأن هذه البكتيريا يا شباب اللي من نوع طبعا الميتا كروماتيك جرانيولز، يعني تكون المستعمرة مالتها حبيبات ملونة طبعا بعد التصبيغ، من تتلون بعد التصبيغ يعني حسب الصبغة الموجودة في الميديا، وهي جرام بوزيتيف نون أسيد فاست غير متحركة، وكذلك occurring in pulsate يعني كأنه حواجز، أكو حدود إلها، حواجز عبالك. they frequently a club shaped تشبه الهراوة، يعني تعرفون شكل الهراوة اللي هي شون عودة الشخاط بس كبيرة، تشبه الهراوة أو ينبينة لا تشوفوها منتفخة at the end and irregular staining، تكون عندها انتفاخ في نهاياتها و irregular staining والتصبيغ مالتها غير منتظم. الكورايني بكتيريوم دفثيري is the pathogenic member and it shows metachromatic granules in Albert stain smear. It's produce a powerful exotoxin. يعني الأمثلة اللي عليها هي الكورايني بكتيريوم دفثيري، هي هذه المثال النموذج إلها للبكتيريا المرضية، وهي تكون ميتا كروماتيك جرانيولز من نصبغها بصبغة الألبرت ستين سمير لما نسوي المسحة، وهي تكون اكزوتوكسين جدا قوي. الكورايني بكتيريوم دفثيريا is the pathogenic bacterium that causes diphtheria. طبعا هنا اكو ناقصة اي دفثيري، والفوق شلون مكتوبة هنا دفثيري، هاي مرات الحاسبة الصحيحية من نفسها فتنتبهون عليها ولدي. هذه البكتيريا المرض اللي تسببه هو الدفثيريا. It is also known as the Eclipse Loeffler Bacillus. ليش سموها Eclipse Loeffler Bacillus؟ Because it was discovered in 1884 by German bacteriologist Edwin Clips and Friedrich Loeffler. يعني سموها Eclipse Loeffler Bacillus لنتيجة اسم العلماء اللي اكتشفوها. لاحظوا اشكالها يا شباب، لاحظوا مستعمراتها، لاحظوا اشكالها شون هي متغيرة من ناحية الستينينج، متغايرة، شوفوها، شوفوا المستعمرة مالتها، هذه اللون على ايدكم اليمين، الصورة المحددة بالاطار الاسود. الكلاسيفيكيشن الها 4 subspecies are recognized: Corini bacterium diphtheri mitis, Corini bacterium diphtheri intermedius, Corini diphtheri gravis and Corini bacterium diphtheri belfanti. The four subspecies differ slightly in their colonial morphology and biochemical properties. إذن
من تنسألون عن السب سبيشيز لهذه البكتيريا، لاحظ شلون نكتب نقول كوريني بكتيريام ديفثيري مايتس، يعني هاي السب سبيشيز الها انترميديس اوكي جريفيس بيلفانتي. فهذه الاربع السب جروبس شويه اكو تغاير بسيط من ناحيه شكل المستعمره والخواص البايوكيميائيه، such as the ability to metabolize certain nutrient but all may be toxigenic and therefore cause diphtheria or not toxigenic. اوكي طالما هي ديفثيريا ممكن ان تكون كلها مرضيه او ممكن ان تكون غير مرضيه. Klebsiella diphtheriae produce diphtheria toxin which alter a protein function in the host. إذن الميكانيزم للتوكسين مال كوريني بكتيريام ديفثيري، الميكانيزم of action لهذه البكتيريا، اسم هذه البكتيريا هو شنو؟ alter a protein function in the host، يغير وظيفة البروتين وين؟ بالمضيف. This causes هذا التغيير راح يسبب لنا فرنجايتس، التهاب الحنجرة and pseudo membrane شنو؟ والغشاء الكاذب in the throat في البلعوم. Elix tests for toxicity is used to determine whether the organism is able to produce the diphtheria toxin. إذا أنا شلون أكشف عن الديفثيريا توكسين؟ بواسطة الإلكس تيست، بس نشرحه بعد شوية. المورفولوجي لهذه البكتيريا it is thin cylinder rod 3 to 6 micrometer across 0.6 to 0.8 micrometer showing a clubbing at one or both end. It is non-spore-forming, non-capsulated, and non-motile. إذن هاي المواصفات، ومثل ما ذكرت لكم معنى كلمة clubbing يعني الهراوة، تشبه الهراوة. It is gram-positive and show polymorphism يعني متعددة الأشكال. The presence of metachromatic granules serve to distinguish from diphtheroid. يعني اني هذا الميتاكروماتيك اللي تظهر بالسمير جرانيولز، هاي الحبيبات اللي تظهر بالسمير راح شو تسوي؟ راح تفيدنا بتمييزها عن الديفثيرويد، وراح نتعرف عليها لاحقا. The granules are راح شو تكون هاي الجرانيولز are colored dark purple with methylene blue، يعني راح تطلع هذه الجرانيولز على شكل البنفسجي الطوخ، تتلون من تصطبغ بصبغة الميثيلين بلو. ألبرت أورنيزر ديفرنشيالستين كذلك بصبغة ألبرت أورنيزر الصبغة التفريقية. There may be one or more granule in a simple cell، يعني أنا ألقي ممكن حبيبة أو أكثر من حبيبة بالخلية الوحدة. The bacilli are arranged in characteristic fashion. It is seen in pairs or groups. Bacilli form various angles with each other like V or L. This is called Chinese letter arrangement. يعني هنا انتوا تلاحظون هاي النقاط يا شباب، هاي النقاط، النقاط هسه هاي قدامكم بالصورة تشوفون لونها أخضر وعندها نقاط، هاي النقاط، هاي النقاط اللي هي الجرانيولز اللي احنا نتحدث عليها. لاحظ هنا هاي الباسيلاي راح تظهر لنا بشكل اما مزدوجه او على شكل جروبات اوكي، وهذه يسموها اما هذه يعني ممكن ان تظهر على شكل حرف V او L ويسموها Chinese letter arrangement، الترتيب الحروف الصينيه. شوفوا ان هاي الصبغه البرت ستين سمير اوف كوريني بكتيريام ديفثيري showing metachromatic granules. فإحنا إذا شفنا هيجي شكل هذا إحنا واحد رأسا يفهم بأن هي الكوريني بكتيريام ديفثيري.
بالإضافة إلى الأعراض اللي راح نتعرف عليها بعد شوية. Cultural character طبعا تنمو enrichment of media with blood تحتاج يعني هذه بكتيريا fastidious تحتاج إلى مواد غذائية على مود تنمو طالما تستخدم البلد. Serum or egg is necessary for good growth. The optimum temperature is 37 Celsius and pH 7.2. It is aerobic and facultative anaerobic. Number one, الميديا هسه راح نتعرف عليها. Serum broth, turbidity, pellicle formation, amount and nature of deposit is useful in the identification of types of Corynebacterium diphtheriae. لاحظوا على في حالة إذا ما استخدمنا السيرم بروث راح يصير بالبروث turbidity يعني عكورة راح يصير pellicle formation يعني راح تتكون طبقة مثل الجلد. Amount and nature of deposit is useful in identification of types يعني هنا طبيعتها كميتها وطبيعتها المتكونة راح تفيدني كثيرا في الايدنتيفيكيشن لنوعية الكوريني بكتيريوم ديفثري. عندنا لوفلر سلوب كلتشر shows abundant growth after 6 to 8 hours in incubation. The colony is small, granular, moist, creamy and glistening with irregular edges. يعني هنا إذا أنا نميتها على اللوفلر سلوب كلتشر راح تظهر لي الكولوني مالتها بعد 6 إلى 8 ساعات من الحضن، والكولوني تمتاز بأن هي صغيرة وحبيبية وتكون رطبة، تكون شكل يعني هيئتها كريمي ولماعة with حواف غير منتظمة. الوسط الثالث هو blood tolerate medium 0.04%. It is useful in differentiation into Graves, mites and intermediate types. يعني أنا أستخدم هذا الوسط للتفريق ما بين subspecies. It is act as selective media inhibiting the growth of other organism. Diphtheria bacilli reduce tolerate to metallic tularium giving a gray to a black color to colonies. يعني ميزة هذا الوسط بأن هو differential لهذه selective و differential ليش؟ لأن هو يقتل ويمنع inhibiting growth other organism. والدفثيريا باسيلاي شلون راح قلنا هاي المواصفات اللي هي تطلع بها راح تطلع بسبب هي لها القدرة على اختزال التوليريت إلى ميتاليك توليريوم يعني هنا يعني توليريوم معدني راح يصير يعني راح تحس الشكل المعدني على الكولوني بحيث يعطيك الشكل الجراي الرصاصي إلى البلاك كلر الكولوني راح يصير هذا لونها. البايوكيميكال لهذه البكتيريا رياكشن ات ferments glucose and maltose with acid production only. إذا هي تسوي لنا تخمير للجلوكوز والمالتوز مع تكون أسيد فقط يعني ماكو غاز. Fermentation of starch, glycogen and dextrin is useful for recognition of Graves, intermediates and mites. Okay. هذا مهم. هذا الفرمنتيشن المال ستارش جلايكوجين اند ديكسترين للتمييز ما بين السب سبيشيز اللي احنا دنقولها قلناها. لاحظ اذا انا عندي شغلتين اقدر اميز بيها السب سبيشيز من خلال الكالتشرينج على البلاد توليريت ميديوم وعلى بواسطة البايوكيميكال رياكشن بقدرتها على الفرمنتيشن اوف ستارش جلايكوجين and dextrin. Graves ferment starch, glycogen and dextrin
while intermediates and mites have no action on starch and glycogen. لاحظت التفريق؟ It is catalase positive, oxidase negative, and do not liquefy gelatin. هاي كمواصفات طبعا من جينا على الكاتاليز الاوكسيديز والليكوفاينج للجيلاتين. هاي المواصفات العامه للكوريني بكتيريا. يوريا is not hydrolyzed, it is indole negative and do not form phosphatase. Resistance بالنسبه للانتي مايكروبيال ايجنت, it is readily destroyed by heat. لاحظ هنا readily destroyed by heat, يعني هي مباشرة تتحطم بدرجات الحرارة اللي هي 58 سيليزي لمدة 10 دقائق. It is resistant to drying, مقاومة للجفاف. It is sensitive to penicillin, erythromycin and broad spectrum antibiotics. Okay, إذن هي تتحطم بدرجة حرارة 58 لمدة 10 دقائق, مقاومة للجفاف, حساسة للبنسلين, أريثروميسين and broad spectrum antibiotics. الانتيجينيك ستراكتر, الانتيجينيسيتي, they are heterogeneous, يعني متعددة الانتيجينات. Graves has 13 types, intermediates 4 types and mites 40 types. لاحظ هذا الجدول, الجدول هذا التفريقي ما بين السب سبيشيز المختلفة. هذا جدول تفريقي, طبعا إن شاء الله هذا يفيدكم مستقبلا للعمل المختبري على مود كيف تميزون ما بين السب سبيشيز ما بين بعضها. التوكسين بالنسبة لهذه البكتيريا, التوكسين ديفثيريا باسيلاي produce very powerful exotoxin, very powerful exotoxin. Toxin consists of two factors A and B. A is a lethal factor and B is a separating factor. Even a powerful exotoxin consists two factors, A and B. A is the lethal factor and B is separating factor. Diphtheria toxin is a protein in nature. It is extremely potent. يعني قوي, جدا قوي. It can be converted into a toxoid. تذكرون احنا بالمحاضرة الأولى قلنا التوكسين ممكن أن يتحول إلى توكسويد. التوكسويد شنو معنى؟ توكسين that has lost toxicity but not antigenicity. يعني هنا أنا من أقول توكسويد أنا حولته إلى لقاح. هذا اللقاح بأن هذا التوكسين أنا فقدت حالة السمية لكن بقيت فعاليته المستضدية. باي شلون أنا أفقد هاي الفعالية السمية؟ باي a prolonged storage at 37 سيليزي, an incubation at 37 سيليزي for 4 to 6 weeks. Okay, addition 0.2 to 4% formalin. إذن أني أخلي فترة طويلة بدرجة حرارة 37 ممكن. وكذلك طبعا هي النقطة الأولى تشبه النقطة الثانية, بس هي القصد بها مع الفروقات الزمنية. An incubation at 37 for 4 to 6 weeks. Addition 0.2 to 4 formalin% formalin. The mechanism of action of toxin is not well understood. يعني هنا ما معروف الميكانيزم اوف اكشن, يعني ميكانيكية عمله ما مفهومة لحد الآن بشكل جيد. It inhibits protein synthesis. إذن يثبط صناعة البروتين. And rapidly kill susceptible cell. Rapidly kill susceptible cell. It has affinity for myocardium, adrenal tissue and nerve endings. يعني هنا الافينيتي الرغبة وين يرتبط هذا التوكسين
على المايوكارديوم يعني عضلات القلب، على الأدرينال تيشو أنسجة الغدة الأدرينالية ونهايات الأعصاب. المود أوف أكشن أوف توكسين هذا اللي فاهميه لحد الآن العلماء. The bacilli remain confined to site of entry. يعني هنا الباسيلاي تبقى محصورة confined محصورة في منطقة الدخول، منطقة دخولها. Where they multiply and form toxin. اللي راح تبدي هي تنقسم وتتكاثر ومنتجة للتوكسين. This toxin produce area of necrosis. بأن هذا التوكسين بعد ما يتم إنتاجه من قبل هاي البكتيريا راح يكون لي نخر. The resulting fibrinous exudate together with epithelial cells, leukocyte, erythrocyte and bacteria form pseudomembrane. شلون مو تكون منطقة نيكروسيس؟ نتيجة شنو؟ fibrinous كنتيجة من هذا النيكروسيس. الفايبرينيوس اكزوديت يعني النفحة الليفية، نفحة راح تتكون، نفحة يعني شايفين واحد من ينحرق تصير هاي البلستر، هاي الحوصلة نسميها، هذه الحوصلة إذا طقها راح تطلع منها مادة سائلة. هاي المادة السائلة يسموها اكزوديت، فايبرينيوس اكزوديت together with epithelial cell يعني الخلايا الطلائية، الليكوسايت يعني الوايت بي سي، الأريثروسايت الار بي سي and bacteria form pseudomembrane. راح يتكون pseudomembrane يعني إذا تنسأل pseudomembrane is included، تقول لي fibrinous exudate, epithelial cells, leukocyte, erythrocyte and bacteria. الباثوجينيسيتي لهذه البكتيريا، الانكوبيشن بيريد is 3 to 4 days. الباثوجينيسيتي is because of toxin production. كورينيبكتيريوم ديفثيري does not actively invade deep tissues and never enter the bloodstream. إذن هذه احنا مثل ما ذكرنا قبل شوية المود اوف اكشن لهذه البكتيريا، بأن احنا قلنا البكتيريا بمنطقة دخولها راح شنو؟ راح تصير multiplication وراح تنتج السموم. إذن أنا شو أفهم من هذه؟ بأن البكتيريا does not actively invade deep tissue، بأن هي ما راح تغزو الأنسجة العميقة، and never enter the bloodstream، وأبدا ما تدخل مجرى الدم. The site of infection may be focal, laryngeal, nasal, otic, genitalia تضمن الفالف، الفيجينال، conjunctival, cutaneous around mouth and nose. يعني ممكن أن يكون الوجه، اللارنجيال الرغامي، النيزل الأنف، الأوتيتك الأذن، الجنتاليا الفالف and vagina، conjunctival يعني ملتحمة، cutaneous around mouth and nose يعني الجلد حول الفم والأنف. On the basis of clinical severity, diphtheria may be classified يعني اعتمادا على شدة المرض اللي تسببه الدفثيريا ممكن أن تصنف إلى malignant الخبيث، in which there is severe toxemia هنا أكو حالة توكسيميا يعني تسمم، حدوث حالة التسمم بالدم is severe toxemia. There is cervical lymphadenitis, bull neck هنا نتيجة التوكسيميا راح يصير cervical lymphadenitis التهاب الغدد اللمفاوية في العنق بحيث يسموه bull neck يعني رقبة الثور. Death is due to circulatory failure الموت ناتج من الفشل في الدورة الدموية. Septic which lead to ulceration
التعفن اللي يؤدي إلى التقرح cellulitis، الالتهاب الهليلي اللي ذكرت لكم إياه سابقا and gangrene around the sebum membrane. عندنا الهيموراجيك تايب، طبعا صار قطع، آسفة يا شباب بس دقيقة. عندنا الهيموراجيك تايب is characterized by bleeding from the edge of membrane, epistaxis, conjunctival hemorrhage. يعني هنا يمتاز هذه البكتيريا بهذا الصنف، هذا النوع من الإصابة، تمتاز بالنزف from the edge of membrane يعني من حواف السيدو ممبرين، epitaxis يعني رعاف، conjunctival hemorrhage كذلك من النزف من الكونجكتيفا، النزف من الكونجكتيفا يعني من الملتحمة مالت العين. اللابراتوري دايجنوسيس كيف نشخصها بالمختبر؟ الهيماتولوجيكال انفستيجيشن ات از نو سيجنيفيكانت، يعني الفحص الدموي غير مجدي. بكتيريولوجيكال انفستيجيشن لابراتوري كونفيرميشن اوف ديفثيريا از نيسيسري فور كنترول ميجر بيربسز. اذا هنا الاختبارات المختبريه اللي تثبت وجود الدفثيريا تكون كلش مهمه. The specific treatment should be given immediately without waiting for laboratory test report. يعني من واحد يشك بهذه، خاصة الطبيب من يشك بهذه الحالة عليه أن يبدأ بالعلاج مباشرة دون انتظار التقرير المختبري. إذا شنو الخطوات؟ عندنا smear examination, gram staining show thin gram positive bacilli showing Chinese letter. Arrangement Albert staining is done for the demonstration of metachromatic granules مثل ما ذكرت قبل شوية. Culture the swab is inoculated on Loeffler slope, a blood tolerate media and the blood agar plate. The serum slope shows a growth in 6 to 8 hours. Smears is stained with Albert stain and we may find bacilli with metachromatic granules and typical arrangement. هذه الطريقة العادية بعملية الزرع، بين أخذ السواب وأزرعها على الميديات المخصصة إلها وبعد 6-8 ساعات راح تطلع لي البكتيريا وأخذ عينة منها وبواسطة Albert stain راح أشوف البكتيريا اللي هي تتميز بالميتاكروماتيك جرانيولز and a typical arrangement. Virulence test it may be done in vivo intradermally or subcutaneously or in vitro بواسطة الإليك تيست. Besides this immunoelectrophoresis is also considered reasonably reliable for identification and establishing Virulence of Corynebacterium diphtheriae. يعني هنا بأن كذلك يعني أشوف أكتشف ضراوة هذه البكتيريا باختبارات الضراوة من خلال الحقن intradermally or subcutaneously، يعني إما للحيوانات المختبرية أو بواسطة الإن فيترو يعني خارج الجسم الحي باستخدام الإليك تيست،
وهذا طبعا بالإضافة إلى الأميونو الكتروفورسز، كذلك يستخدم لغرض الوصول إلى النتيجة المقنعة اللي تثبت هي الإصابة بالكوريني بكتيريوم ديفثري. لكن مثل ما ذكرنا كل هذه على الطبيب من يشوف الأعراض والعلامات بأن يبدأ بالعلاج دون انتظار تقرير المختبر، لكن هذه الاختبارات هي التأكد وجود البكتيريا. راح نشوف شنو الإليكس تيست اللي احنا نستخدمه خارج الجسم الحي، إن فيترو يسموه في الزجاج معناها أو خارج الجسم الحي. The gel precipitation test is called ELEC test. إذن هذه واحد من الاختبارات المناعية اللي نسميها gel precipitation test. A rectangular strip. أنا عندي strip، يعني شو نقول عليها؟ strip هسه راح تشوفوها هسه مستطيلة، أو filter paper، يعني filter paper مقصوص على شكل مستطيل. Impregnated with diphtheria antitoxin، هذا مغموس أو مشبع بواسطة الدفثيريا antitoxin بكمية 1000 unit per ml. Is placed on the surface of 20% normal horse serum agar in petri dishes while medium is still in a fluid form. أحطها في وسط نسبة 20% normal horse serum agar في petri dish، أحطها وهذه أبقية من هي بعدها بحالة الفلويد، أحط هذا السترب بيها، ها السترب معناها شريط. When it dries، من راح تجف هاي الأجار، من راح تجف. Testing strain is incubated at right angle to filter paper strip. بعدين أنا راح أحطها هذا البتري ديش بعد ما يتصلب الأجار، راح أحطها بزاوية الصحيحة اللي هي تتناسب مع الشريط الاختبار. This plate is inoculated at 30 celsius for 24 to 48 hours. بعدين هذا البليت راح inoculated، راح أني أسوي له inoculation بواسطة البكتيريا بدرجة حرارة 30 لمدة 24 إلى 48 ساعة. إذا كانت البكتيريا اللي أنا نميتها على هذا الأجار منتجة للتوكسين، راح يتكون حول البكتيريال جروث will diffuse in agar and where it meet optimum concentration will produce line of precipitation. من راح تنمو البكتيريا على الأجار راح يتكون لي، إذا كانت منتجة للتوكسين راح يتكون لي خط من البريسيبيتيشن، من راسب يبين على وجود تفاعل ما بين التوكسين والأنتيتوكسين اللي صار، يعني يثبت بأن هذه البكتيريا منتجة للتوكسين. إذا ما تكون لنا خط راسب معناه هذه البكتيريا غير سامة، غير منتجة للتوكسين. لاحظ هذا الاختبار الإليكس، لاحظ هذا الشريط هذا السترب، هنا هاي البكتيريال جروث، هذا البكتيريال جروث، هنا من راح تنمو البكتيريا راح يصير ديفيوجن المن للتوكسين، هنا من السترب ديفيوجن اوف انتي توكسين باور اتجاهه من الانتي توكسين اللي هو هذا فلتر بيبر ساتوريتد وذ انتي توكسين اللي هو هذا السترب. من راح يتكون هاي الخطوط، إذا تكونت هاي الخطوط precipitation line معناها هذه التوكسين صار تفاعل ما بين التوكسين أنتي توكسين. هذا الإليكس تيست اللي هو double diffusion precipitation test. Tissue culture test، this may be done by incorporation of Corynebacterium diphtheriae into an agar overlay of cell culture monolayer. Toxin produced may diffuse into cells and kill them.
A primary isolate can be rapidly screened for toxicity by PCR. هذا طبعا طرق الكشف اخرى اللي هي باستخدام التيشو كالتشر تيست. هنا دي يستخدمون الكوريني بكتيريا من هم دي يزرعوها على اجار مزروعه على اجار فوق هذا الاجار ينمون مونو لاير كالتشر من خلايا تيشو كالتشر يعني خلايا نسيجيه يسووها مونو لاير فوق هذه الاجار. من راح تتكون هاي الخلايا؟ اذا كانت البكتيريا منتجه للسموم راح تنقتل هذه الخلايا، واذا كانت غير منتجه للسموم فهذه الخلايا راح تنمو وتبقى كمونو لاير، ويمكن الكشف عليها باستخدام البي سي ار. عندنا الدفترويدز. لاحظ الدفترويدز هي كوريني بكتيريوم لكن من غير انواع، من غير انواع تكون موجودة كذلك قرب مناطق تواجد الكوريني اللي هي المرضية. اللابراتوري دايجنوزز إلها كوريني هوفماني is found in a human throat في بلعوم الإنسان، وكوريني زيروسز it may be found on skin as normal flora ممكن أن نلقيها على الجلد كنورمال فلورا، وأكو أبروبيونو بكتيريوم أكيني is found in acne pustules and is anaerobic. وين هاي نلقيها Propionibacterium acinis؟ نلقيها في الحويصلات مال حب الشباب وهي لا هوائية. It produce تنتج lipases انزيم اللي يهضم الدهون which supplied of free fatty acid from skin lipid اللي هي تشطر الفاتي أسيد تشطره من من دهون الجلد. This fatty acid can produce inflammation and contribute to acne. يعني هذا عملية الشطر للفاتي أسيد راح تسبب لنا inflammation التهاب، وبالتالي راح تتكون لنا الحب حب الشباب. Tetracycline can inhibit lipolytic action. يعني ممكن التتراسايكلين يستخدم في علاج هذه النوع من البكتيريا اللي تسبب لي تحلل للليبيد. لتريتمنت ذا ديفثيريا باسيلس از سنسيتيف تو موست انتيبايوتكس. ذا انتيبايوتكس ار اوف ليتل فاليو ان تريتمنت از ذي كانوت ديل وذ توكسين اوريدي بيرسنت ان بيشنت بودي. يعني إيه راح يكون هنا القصد بهذه هي صحيح حساسة للأنتيبايوتيك، لكن أنا إذا عالجت بعد ما بدت البكتيريا تفرز السموم راح يكون العلاج useless ما بفائدة. إذا بدت تنتج السموم البكتيريا راح يصبح العلاج ليس ذو فائدة. فلهذا يقول بأن الطبيب يجب أن يبدأ بالعلاج قبل انتظار تقرير المختبري. الانتي توكسين should be given immediately if case is suspected as diphtheria since mortality rate increase with delay in starting anti toxic treatment. طبعا هنا الانتي توكسين يجب ان يعطى مباشرة وفي للاشخاص اللي احنا يشكون بيهم مرض الدفثيريا، وتزداد نسبة الموت في حال التأخر بإعطاء الأنتي توكسين تريتمنت. The bacterium is sensitive to the majority of antibiotics such as penicillins, ampicillin, cephalosporin, quinolones, chloramphenicol, tetracycline and azithromycin and trimethoprim. طبعا هنا يقول هي البكتيريا مثل ما ذكرنا بان هي حساسه للانواع البنسلين والامبيسيلين والسيفالوسبورين والكوينولونز والكلورامفينيكول والتتراسايكلين
والسيفروكسيم اند ترايميثوبريم. طبعا هاي نعمة من رب العالمين الحمد لله بأن هي حساسة لهذه الأنواع، تعتبر هذه الأنواع ممتازة لعلاج هذا النوع من البكتيريا. انتهت محاضرتنا لهذا اليوم.